بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ناخذ الآية التالية، يوم أي 13 من سورة الحديد، يوم يقول المنافقون ليزيبوكريت والمنافقات ليزيبوكريت، فهم؟ للذين آمنوا يسدرس أنو انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعطيونا مولى باش ناخذ من نوركم، يعني في بالهم دائما القوانين الدنيوية أقفل أخو منك، تجي كنت قبلت تهين فينا وتهين في ديننا وبما فيهم اللي كان يحكم، قالك ما لا مسلم ومسلم خير من المسلمين الكل، وقت اللي هو ترأس ما لا كما تكون عصابة سوء تحب تحارب جزء من آية اللي هي عندها صلة بالميراث. ربي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هما قالك مسلمين بنساهم رجالهم أشباه نساء وأشباه رجال، وقالوا ما أنا عنده، ها وجات الفرصة أنا رئيس وأنت كذا وأنت من الغمة وأنت كذا وأنت من البرجيبيين الخامجين، مش البرجيبيين يتابوا إلى الله حق التوبة والله يقبل توبة التائبين بإخلاص، هذا عملته والله أعلم تبت ولا ما تبتوش، اللي ما تابش ما يمكن ريحته، ربما توعظم وتقلي في النار، واللي جايين بعده ربما يتقلوا أكثر، لأنه ربما هما عاونوا على فتنة كبرى فيما يخص القرآن وخاصة آيات اللي فيها بيع، مش اللي تحتمل هكا وهكا، يعني تحتمل التأويلات، لا فماش تأويل، الذكر مثل حظ الأنثيين ماذا ماش ما أبلغ من كلام الله العزيز، ما هو آيات بينات وأخرى متشابهات، هما ولغوا في المتشابهات فوقعوا في شباك شيطينات من وشيتنا في عالم الأنوثة، وكيدهن عظيم، واللي أشبه الرجال وقعوا في كيد النساء باش يكسبوا أصوات النساء، اليوم لا نساء بتمام المعنى، بل كسب أصوات اللي مش تولي صوت على صوت، من يتألم بها من كان رئيسا بالضحية الذية، وحتى يقوم النهضة، وقت اللي يولي يمشي بالطريقة هذايا خرج من عمل في سبيل الله ودخل في عمل ما لا يقتات منه ويجري من ورائه للشهرة لكي يقال فلان فلان نجح فلان ولا رئيس فلان ولا ملا في مجلس الدواب للنواب، خاطر النواب ما يتصرفوش، النواب اللي محترمين والحمد لله موجودين ما يتصرفوش تصرف الأرعن اللي موجود، نهار كل يتلاحون وكل حد شاد في خناق الآخر، كل حد شاد في يده ملفات باش يفضح بها غيره واللي يقولوا يا خويا، ولكن هو يدغر فيه من حيث ما يعمل جتام موا نون بلو يخدموا بها بلا حساب. احنا قلنا لكم راهو هذا نفاق، تحبوا لا تكرهوا منافقين، ولكن مش معناه نفاق الى الابد، خاطر اون با ديسيدي اون ديستيني 100%، تجزم تو في ان بون فيراج تقول يا ربي اغفر لي راني كنت من الظالمين، كنت من التائهين، كنت من المفعول بهم من طرف الشياطين، ربي يقبلك ويفرح برجوعك اليه ويبدل لك باكراما لك سيئاتك حسنات. هلموا اذا الى الله تظفر بنور الدنيا والاخره وتظفر بخير الدنيا والاخره، حياه طيبه هنا وحياه هنا فيها جنان في قبور غير قبوركم انتم حفر من النار، ثم يوم القيامه فرح، اقرأوا كتابي اني ملاق حسابي، وبعد يدخل جنات النعيم الملائكه تكتب عليهم السلام، يستقبلوه ادخلوها امنين، ادخلوها بسلام امنين، وهلم جاء والسلام.